سيدون قناة شوف تي في. هذا موضوع مباشر من سان بيدرو، كاين غني عن التعريف. في الأثناء غادي نتوجهوا لفندق الإقامة مع صاحب هذه الدراجة النارية اللي فعلا غادي تخلص أي حاجة ممكن تلقاها. كاين الحرارة كانت صح الشمس، إذا ما صربتيش الماء ولا ما درتيش كاسكيت غادي توعد، غادي تمرض. الأجواء جد رائعة هنا في سان بيدرو. هاد السيد غيديني تقريبا بواحد 16 درهم من سونتر فيل ديال هاد البلاصة هادي، شي غيديني ب 1000 فرنك. 1000 فرنك تقريبا هي شي 16 درهم. شوفوا الأجواء الإخوان هنا في سان بيدرو مع صاحب الدراجة النارية اللي غادي بيا للوطيل، ومن بعد غادي توجهوا للملعب من أجل تغطية المباراة اللي غتجمع ما بين المنتخب المغربي الوطني والمنتخب التنزاني اللي أعلن المدرب ديالو قبل أنهم غادي يخسروا، يعني أعلنها رسميا. نتمنوا التوفيق للمنتخب المغربي الوطني اليوم، بغينا الرباح الاخوان، ما كنعرفوش شي حاجه من غير الرباح. شوفوا الموتور اللي غادي يبان الاخوان، شوفوا هذا هو الموتور غادي. تبارك الله غير الحراريه، ولكن راه الشمس ديال بصح عنده واحد الموتور غادي ويسكت. اوتيل ديني Non, c'est Palmier. Palmier. Hôtel de Sofia, Denis. Denis Palace. Ouais, Denis, là où les Marocains sont là. C'est où les jeunes Marocains adorent Nous, non. Non, non. Non, les joueurs marocains. Non. Tu connais les joueurs? Oui. C'est qui Nous? C'est qui Nous? Avec les supporters et les ici. Et les ici? Combien de mètres? Tiens, allez-y, allez. Il fait chaud ici, hein? Il fait chaud. Tu vois, il fait un drapeau derrière. Hôtel Dini. On est avec les frères, on est avec eux. هذا الاخوان قلت ليه ديني الاوتيل ديني، قال لي سي كوا سا نو لي دي ما سي هنا الاخوان، هذا فندق اقامه المنتخب المغربي الوطني لي ماروكان سي سي. هنا في كاينين المغاربه ديالنا ديني، جباليها ديني ديني. هنا الاخوان فندق إقامة المنتخب المغربي الوطني، شوف شنو دايرين ليه، طورين عليه السياج، حراسة أمنية مشددة على الـ على الـ على الفندق. في كاينين اللعابة ديالنا، إن شاء الله وقيل دابا ناخدو شي لعيبات. هنا الأجواء راه هربانين، لا ما كنتيش خويف غيديوك التو التو كلشي ديالك. والجميل في الأمر هو أن الإيفواريين يعني كيلبسو تونية ديال المغاربة، كيشجعونا، باغينا نربحو، باغينا نديو لاكوب، على عكس بعض الإخوان اللي سامحهم الله. اخوان الله يلا في شكل الدري هذا، في شكل درابو المغرب، ديما مغرب. سيلوي لا اوكي
الاخوان كيتواجدوا رجال الامن هنا لحقاش غادي يتوجهوا زملاء صحفيين للملعب اللي هو لورون بوكو غيتوجهوا للملعب من اجل متابعه وتغطيه مقابله ديال المنتخب المغربي الوطني والمنتخب التنزاني. ميرسي بوكو. اتوندي هذا فين كيتواجدوا الزملاء الصحفيين الاخوان. نخلصوا هذا السيد بعدا. محمد امين. داكا تي محمد. هذه هي الف. ميرسي بوكو. تي بو دير ان بيتي مو ماروكان. جي سالو تو ماروكان. جو فوز ام بوكو. لافريك بيتي لافريك. ان شاء الله. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. ميرسي ميرسي. المهم الاخوان هذا تخلص بواحد 16 درهم جابنا من وسط المدينه تقريبا حتى لهنايا. طاكسيات موجودين على الجد ولكن لومبوتياج ديال بصح الزحام الاخوان. الزحام 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 الزحام. خاصكم تمشيو في الموطور الا بغيتو توصلوا دغيا. الاجواء غير عاديه. هذيك هي الحافله غادي توجهوا فيها الزملاء الصحفيين مشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها. ان شاء الله نجيبوا لا فيكتوار ونجيبوا الرباح من قلب هذا المركب اللي غنتحركوا له دابا. رجال الامن ديال الكوت ديفوار كيتواجدوا باعداد غفيره بزاف. هذا من ثاني احسن فندق كيتواجد في سان بيدرو. وللاشاره سان بيدرو راه ما فيهاش بزاف ديال الفنادق وما فيهاش بزاف ديال البلايص فين ينعسوا الناس. يعني ما كاينش بزاف ديال الفنادق. وهذا هو المشكل الاساسي والمشكل الكبير اللي كاين هنا في سان بيدرو لانه ما كاينش بزاف ديال الفنادق. وهذا الفندق فين كيتواجدوا الزملاء الصحفيين هو ثاني احسن فندق في سان بيدرو من بعد الفندق اللي كيتواجدوا فيه اللعابه ديال المنتخب. الزملاء الصحفيين غادي يخرجوا في الاثناء من الفندق وغادي يتوجهوا للمركب. فعمليه التوزيع واحد الشكير فيهم الدرابو ديال المغرب. مسيو ديما مغرب. Tu vas supporter le Maroc? Ouais, c'est pas le Maroc, 3-0. 3-0. 3-0. Premier mi-temps, 2-0. 3-0, 3-0. Maroc. Mettez la casquette. Ouais, c'est Maroc. Maghreb. Maroc. On a joué, ouais, c'est Maroc. ما يدا الإخوان أمام فندق الإقامة. هذو الإيفواريين فرحانين ديما مغرب الإخوان. ماروك 3-0. كلشي كيتوقع الرباح الإخوان. كلشي. هذو الإيفواريين جاو لعندنا لهنا باش غياخذوا هاد اللعيبة باش غيشجعوا معنا. تيكي مسي جايين باغيين ياخذوا تيكي الإخوان باغيين يعاودوا فيهم البيع. قبيله واحد جا عندي بغى يبيع لي التيكي ديال الماتش بغى يربح معايا الاخوان. هذا هو الفندق فين كيتواجدوا الزملاء الصحفيين. مشكورين الناس اللي واقفين وسهرانين من اجل مرور هذا الكاس بشكل جيد. شاخده الاخوان شاخده. Tu vas supporter le Maroc? Pas sa main! 3-0! Et le Maroc? Le Maroc! Ikhwan, je suis en train de me dire téléphone. Je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire. والعيشة هنا في سان بيدرو راه ماشي العيشة في أبيدجون ولا في باقي المولى. هنا الإخوان راه العيشة راه في شكل. لما حررتيهاش ما غاتعيش.
الناس الاخوان هنا راه متفاهمين ديال بصح، غير حاول ترد بالك. هانتوما شوف توني ديال المغرب، شعل الاخوان، شعل الاخوان ديال بصح هنايا. شوف شوف شوف، هذا هو الفندق اللي كيتواجدوا فيه الزملاء الصحفيين. ثاني احسن فندق سان بيدرو، ورجال الامن كيتواجدوا هنا من اجل حمايه باقي الزملاء. فالاخوان حتى لهنا غادي نوصل على نهايه هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله. بقاو على خير.